توطه زي ما شايفينها قاعده ببتها ما عندهاش الا بنت واحده، فقاعده بيها بتقول لها فين اخواتك؟ قالت لها وقعوا هنا يا ماما. قالت لها طب وبعدين؟ ففضلت تنادي تنادي على الضابط، عمو الضابط جه. شوف شوف الاهتمام بالحياه، بحياه الطيور، ما بيهتموش بحياه البني ادمين كده بس، يلا ماشي. اهم حاجه عندهم الكائنات الحيه، يا سلام والله صعب عليا. المهم شوف لما هولها ازاي. لا مش بس كده، هي فضل في عيله كمان اهي، ما تقريبا 9 ما شاء الله. تعرف طلع لو عندنا ما كانوش هيحصل لهم الكلام ده، كان هيحصل لهم هيتحطوا في حله كده. يا سلام شوف الراجل نازل بجسمه كله ازاي عشان يجيب ال، يا سلام اوعى تغرق يا ابني، انزل يف. نازل ازاي؟ جابها، جاب الاخيره، سبحان الله. هو ده الرفق بالحيوان، تمام. وشوف ماسكها لها ازاي، لا 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 الله. طبعا كلمه ال، كان زمان الكلام ده بيفرق معانا وكنا بنصدق. المهم مش هيسكتوا بقى كده، لا كمان ده هيشيلوها وهيودوها لموطنها الاصلي. شوف هي قاعده فرحانه بتقول له شكرا يا عمو شكرا. هيودوها بقى ايه؟ حطوها في كيس احمر اهو، ومنزلينها هي واولادها وبيلعبوا في الحشيشه عشان ياكلوا خضار. وشوف بتاع خدتهم تعومهم، لا فكره جيده، لا اله الا الله. هو ده الرفق بالحيوان، كنت زمان بصدق، اول لو كنت بصدق.